بسم الله. شكون اللي كتعجبو قهوة الصباح وشكون اللي كتعجبو قهوة المساء؟ أنا كيعجبوني بجوج، ولكن الأكثرية كتعجبني قهوة المساء. في المساء كنعدل واحد الترمو وكنجيب وحدايا، كنبقى كويس مور كويس كويس مور كويس تا كنسالي، ومع ذلك كنعس. ما كيطوليش النعاس اخوتي، كيجيني النعاس علاش؟ لان الفياق بكري، كنفيقو بكري اخوتي، كنخدمو كنخرجو كان هذا، يعني الذات ديالنا ولا الجسم ديالنا كيكون خصو يرتاح، خصنا نعملو خصنا نعسو فوالا. وبالنسبه لقهوه الصباح مره سواء الا كنت خارجه او لا، بحال دابا غادي نفتح معاكم الفيديو اللي طلبتوه مني، يعني خصني نفتح العقل ديالي ونفتح راسي معاكم اللي عملت هذا الكويز القهوه هذا. صباحكم مبروك الاخوات، بزاف الاخوات وسيرتو من المغرب. اكتبوا لي في الفيديو الاخراني هضرنا على مواقع التواصل الالكتروني في المغرب، ان شاء الله اخوتي نهضركم عليه. شوفوا بدا لكم بعدا بمواقع التواصل الالكتروني كان من قديم الزمن، شنو في لو كوفيد، كوفيد الاولاني الاولاني تما بدات مسيره مواقع التواصل الالكتروني. رجعوا الناس كانت كتخاف انها تخرج، يعني كانت اونلاين، كانت كتخدم اونلاين وكانت مثلا كتكوموندي اونلاين. تما بداو الشركات كبارين، بداو لي ماكازان كبارين، بداو الناس اللي عندهم شركات اللي عندهم بحال دابا انا عندي خدامه حره براسي، كنجيب السلعه لراسي، كنفرقها في مواقع التواصل الالكتروني. تما بدا البيع والشراء في مواقع التواصل الالكتروني، يعني في الكوفيد، كان الكوفيد الاولاني كانت الناس ما كتخرجش يا الاخوات، وكنا خوفانين، كنا كنخافوا. انا كنعقل على راسي كان الزوج الكريم كيخرج في الصباح وكيعمل ديك الماسك، الدنيا خاويه، الناس مخبعين، كلشي جمع ديك المؤونه ولا جمع الماكله والشراب وشد عليه وما كيخرجش خوفا. انا شنو كانوا الناس كيعملوا؟ كانوا كيعملوا الخال في البانيو وكيعملوا ديك لو برودوي ديال اليدين. كان الزوج الكريم كيجي باب الزنقه كنزولو الصباط، كنمسح الصباط، كنقولو خشي رجلك في الماء. المهم كان واحد التخوف كبير. تما بدات مسيره مواقع التواصل الالكتروني اخوتي، وجابت واحد النتيجه كبيره. حتى الناس اللي خدامين، الناس اللي ما عندهاش الوقت انها تمشي لي ماكازان تشري، كتكوموندي. لحد الان انا السيده هي ساكنه هي منسقه معايا في الدار، عندها كتخدم لا كاردوري في الدار، كتخدم لا كاردوري في الدار وما عندهاش الوقت انها تخرج. هو ما كيخرجوش يا اخوتي، الستوك كيجي دائما، عندها دائما هذا الفاكتور كيجيب لها كوموند، عندي كتجيب لها كوموند، ليدير كتجيب لها كوموند، كتجيب ستوك ستوك، ما كتخرجش، كتطلب اونلاين الماكله والشراب واللباس وهي جالسه في الدار، ما كتخرجش مره. ملي بدا الكوفيد وهي هيدا لحد الان، لان جابت اخوتي النتيجه. حتى الناس اللي كتبيع وتشري بحالي في الكوفيد، حنا انا من قديم الزمان كان الزوج ديالي هو شابر هاد الخدمه هادي، كان عنده الخدمه ديالو اللي كيخدمها حاليا، وكانت هاد الخدمه هادي كان كيخدمها في الفيسبوك، يعني وكان كيخدم اخوتي في السبت والحد كيمشي يبيع وهذا. تما عطاني هاد الخدمه هادي، انا شبرت هاد الخدمه هادي، شبرت التجرة، شبرت، كانوا عندي الحمام، كنت كنبيع الحمام هنايا، يعني بزاف الحال. كاين بزاف، كاين بعض الاخوات اللي عارفيني كانوا عندي الحمام هنايا وكنت كنبيعهم، كنت عاودت لهم على هادشي هذا. تما يا انا بديت انا مع الزوج الكريم هو اللي علمني الصراحه الله. تما اخوتي انا شبرت، بديت كنشبر الحاجه ديالو اللي ما قدرش انهم يعملوا عليه بزاف، بقيت كنشبرو انا هنايا. بديت اخوتي الخدمه مواقع التواصل الالكتروني. المغرب غنهضركم عليه، المغرب ما شاء الله ما شاء الله، تهو ملي بدا الكوفيد كل شيء عندكم اخوتي تتوما في مواقع التواصل كل شيء خدام به، سيرتو اخوتي الانستغرام، انستغرام الناس خدامين به. ضروري اخوتي تعملوا الانستغرام. الناس الوصفات ديجا هضرت معاكم اخوتي اللي كتعطيو الوصفات وديك الشيء، يعني الانسان علاش ما يخدمش من دارو، يعدل الرغيفات، يعدل البريوات. حتى الناس ديال المحلات لو لاحظتوا، الناس اللي عندها محلات رجعت كتعمل مواقع التواصل الالكتروني، يعني كتعمل فيسبوك، كتعمل انستغرام، تيك توك، توا فيه بيع وشراء لو لاحظتوا اخوتي. يعني المحل ماشي كافي، ها هو عندك محل،
شحال غيدخلوا لك د الناس، شحال عزاء يعني غادي تبيع؟ يقدر يجيو جوج د الناس، ثلاثه د الناس، يقدر يشري واحد، واحد غير كيشوف وما كيشري والو. لهذا الناس ديال المحلات كتعمل مواقع التواصل الالكتروني وكتعمل فيه لايفات. ملي كيجيها الجديد راه كتوريكم الجديد، كتقول لكم شوفوا هذه البياسه الجديده، انا جبتكم لونسومبل هذا جديد اللي طلبتوه مني، هاد الجلابه جديده. حتى الخياطين سبحان الله، حتى الناس ديال الديزاين اللي كتخيط وديك الشيء وكتجيب جلالب جدادين، ها الطرز شوفوا ها الطرزه كيفاش عامله. شوف هذه كتعمل اللايفات اخوتي، كتعملوا في التيك توك كيف شفتوا ما شاء الله، والناس كتبيع على راسها. كتعمل في في في, في الانستغرام، الناس كتبيع على راسها. فيسبوك حتى هو رجع بالفلوس اخوتي، حتى هو بحالو بحال اليوتيوب، ورجع اكثر من اليوتيوب، يعني فيه الفلوس اكثر من اليوتيوب، يعني تعملوا اللايفات وتوريو شنو كتخدموا ديكشي. بالنسبه للناس الوصفات ضروري يكون عندكم واحد الانستغرام، وتكون عدلتوا شي حاجه، مثلا عدلتوا بريوات، عدلتوا الغيفات، وعدلتوا ديكشي يكون مزيون. تصويره ضروري من الصوره، الصوره هي اللي كتجلب الكليان، يعني تكون واحد الصوره مزيونه في الحاجه اللي عدلتوها في البيفي. الناس اللي كتعدل البيفيات، يعني عدلتي بريوات، الناس اللي كتعطي الوصفات تقدر تعملوا حتى البيفي اخوتي، يعني انتما عدلتوا ليكيشن ديك داكشي اليميني، هادشي اللي كيتمشى، ليكيش ستيتوين، بريوات مالحين، بريوات حلوين، بريوات بلاصوص بلونش، بريوات بالدجاج والقشدة الطرية، بريوات كاينين بزاف الانواع. هادوك اليميني امبرغر ستيتوين، رجعوا دابا فيهم الالوان الاخضر والاحمر والاصفر، نتوما كتزوقوا ديك البيفي هيدا هيدا وكتصوروه، يعني تقدروا تعملوا حتى البيفي في الاعراس، في المناسبات، في ليزانيفيرسير، يعني كتوريو والناس وكتعملوا النمره. ضروري تعملوا النمره ديالكم، وكتقولوا فقط الناس اللي بغات تشري، يعني ماشي عندنا شي واحد يدخل ويبقى يضحك ولا يجمع ولا يتزلل باللغه ديالنا الدارجه ديالنا يتزلل عليكم. لا، هاد النمره هادي اللي حطاها انا هنايا، هادي الخدمه فقط، اللي بغى البيب، اللي بغى الاشهارات، اللي بغى يشري، اللي بغى هادي، فوالا هادشي اللي كاين الاخوات. وشنو النوع ديال يعني الخدمه ولا البيع والشراء اللي كيتمشى عندكم نتوما في المغرب؟ غادي نقول لكم الاخوات. بالنسبه كيف قلت لكم اخوتي الوصفات ديال الاكل والشرب، لان الناس ما خدامهش، ما عندهاش الوقت، يعني كتدخل الانستغرام ولا نتوما كتعملوا كليان ديالكم اخوتي. فلانه كتقول فلانه عندك شي جاره كتذوق، المهم في الاول كتذوق الناس، ضروري بديك شي بالمجان كتذوق، هذا غادي نعمل، هذه غادي نعمل، هذا كيقول انا، هذا كيقول انا، هذا. ملي كيعملوا مثلا شي حفله ولا شي حاجه، الناس كتقيس، انا مزيان ولا هذه فين، هذه فلانه عزلات، شكون فلانه، عطيني النمره ديالها، خايله هاي شبرت النمره. هنايا الناس كتعرف اخوتي، هنايا الناس اللي كتعطي الوصفات كتعرف. بالنسبه للمشروع الثاني اخوتي هو مواد التجميل الطبيعيه، هذه كتمشى اخوتي بزاف، مثلا زيت ارغان، زيت الخروع، العسل الطبيعية، الصابون الطبيعي، المواد التجميلية الطبيعية اخوتي اللي كتكون في الجمعية حتى هي كتمشى. مثلا الواحد الا بغى مثلا يبيع فيها ويشري، يمشي غير للجمعيات، الجمعيات كتبيع الحاجة رخيصة، كتمشيو كتشريو من عندهم. وتماك تماك الا بغيتو تبداو، الا بغيتو تبداو المشروع ديالكم، تماك كتعملوا نتوما في الصفحات ديالكم كيف قلتكم في مواقع التواصل الالكتروني، تما كتبقاو تبيعوا للناس. مثلا اخوتي الخياطين اللي عندكم في المغرب، يعني اللي كيعملوا الستيليست والموديليست، شنو كيعملوا؟ كيعملوا الانستغرام ديالهم، وشنو كيبقاو يتابوناو على الناس باوروبا، لان حنايا الناس باوروبا كيعجبونا اللباسي، كيعجبونا الجلالب، كيعجبنا في العواشر اللي لبسوهم، كتبقى تابونا عندهم، وكتشوف شي وحده عندها انستغرام كبير اللي عايشه هنايا في اوروبا، هي اللي كتعمل معاها بيبليسيتي، كتقول لها خير لها عمل لي بيبليسيتي وداكشي، كتعامل معاها، كتعمل طبيعة الحل بالفلوس الاخوات، كتعمل لها بيبليسيتي، كتقول لها ونهار فلان فلاني غتكون معايا في اللايف، صافي كيطلعوا في اللايف شنو عندك اختي، والناس باوروبا كيدخلوا عندك. السيده اللي عندها الانستغرام كبير واللي عايشه في اوروبا كيدخلوا عندها،
تما كيخرى لي مساحيت كتوري لي الجلابه ديال الجلابه الباسي كتوري كلشي شحال هادي شحال هادي اختي شحال هادي وكتكون هي لابسه شي حاجه طاسه رديت لها شي حاجه اخرى اللي عاد لبسه اللي عاد عملها بوبليسيتي كيبقى يقولوا لها مزيانه جاتك شحال شريتيها مين ديتيها مين هادي كتقول لها مع عند فلانه انا عن طاقيها لك هيا تما كيدخلوا الكليانات وكتعرفوا الكونت ديالها كيكبر. النوع الثالث اخوتي هو الطباع على الشموع، يعني كتطبعوا الشموع ديالكم كتعملوا فيهم رويحات، هذا مشروع مزيون بزاف الاخوات خدامين فيه، كتكون الشمعه فيها كل حاجه كل وحده والريحه ديالها، وكتكون الطباعه على الشموع. كاينه الطباعه على الطيسان، يعني طيسان القهوه كتجيب كتصرد لها التصويره ديالك كتعمل لك التصويره ديالك في الطاس ديالك هذا فيه الفلوس. والطباعه على التيشورتات حتى لي التيشورت تا هما كتطبع لك فيهم، والطباعه على المخدات لي كل سنه تا هما كتعمل لك فيهم من وليداتك اولا ديال الزوج ديالك وديالك تساعدوا فيهم الفلوس اخوتي. وحتى لي هاد الايامات ديزاين ام ريان عملت حتى هي كتعمل هاد الشيء هذا ما شاء الله عليها، عملت واحد التيشورت وعملت لا لي بيرل، يعني وراتك كيفاش تينا تخدم الا بغيتي تخدم على راسك. وتا هذا مشروع مزيون علاش لان هاد الايامات دارج على الموضه تيشورت ابيض وفيه لي بيرل، يعني تينا هي عملت لي بيرل هنايا في كتيفات، اما في كتيفات واما هنايا في الكل واما يمشي كامل من كتيفات حتى للعنق هيدا وماشي تيشورت حاسبي فوالا وفيه لي بيرل. هذا لا مود اخوتي، والناس اللي كتعدل هذا راه هادشي هذا راه فيه الفلوس اخوتي. فوالا اخوتي هادو هما المشاريع الصغرى اللي خدامه بزاف في المغرب واللي تقدر تخدم بها اختي على راسك غير ما تعقلش انا نقولها لك. وبالنسبه ضروري الصفحه ديالك، الصفحه يعني سواء فيسبوك سواء انستغرام سواء تيك توك ضروري خصها تكون نقيه ويكون ديك التصاور كيف قلت لكم يكون ديك شي مزيون متحف باش كتجلب الكليان عندك وتجلب الناس باش الناس يشريو من عندك. بالنسبه لاذواق حليمه وواحد الاخت متنوعه مهم سمح لي ما نسيت لك اسم القناه، هي عندها البروفيل ديالها خضر، هادوك كتبوا لي ما نجح لهمش المشروع ديالهم، يعني اذواق حليمه كانت كتبيع الحوايج في الفيسبوك وما تمشى لا شي، والاخت حتى هي كذلك عملت هذا المشروع وقيله ديال الحوايج وما تمشاش. ما خصكمش يجيكم احباط، يعني ما تمشاش بدلو دائما بدلو عملوا التجديد اخوتي وشوفوا ربما هذه ما تمشاتش هذه غتمشى، هذه ربما هذه ما تمشاتش هذه غتمشى. اما ما كيجيكم ديك الاحباط ما بعشرة هو هذا اخوتي، مره كيطلع مره هود، مهم الانسان يخدم اخوتي على راسو وما يجلسش. ما عطاكش فيسبوك غادي نمشي للتيك توك، ما عطانيش التيك توك غادي نمشي انستغرام، غنمشي عند الكليان ديالي اللي ساكنين معايا في الحومه هيدا غنبدا التجاره اخوتي. هي هذه التجاره هي داك الانسان كيبدا، كيف قلت لكم السيده اللي كانت خدامه في اوريفلام راه عندها جوج بارتمات ما شاء الله وتزاد لها في كراد، يعني رجعت هي المسؤوله ورجعوا الناس هما اللي كيمشيو، كاين اللي كيبيع في الزنقه كاين اللي كيبيع في الشركات كاين، وهادشي اخوتي راه فيه الفلوس، يعني هادشي اللي خدام يعني مع الشركه. اما الا بغيتي تخدم حره دراسك بحال اللي كنخدم انا حره دراسي هادو احسن مشاريع جبتهم لك اختي. وسيرتو المشروع اخوتي ديال الاكل والشراب، حنايا تكشي ديك البريوات تكشي ستيتو الناس ما عندهاش الوقت، كيف قلت لكم الناس كتخدم يعني في العواشر هادشي كيتمشى، بحال دابا كاينين بويوس كاينين ديك القريشلات هايدا ستيتوين ديال عيد المولد النبوي الشريف هادشي كيتمشى، والناس كتكون خدامه ما عندهاش الوقت يعني كتشري الناس كتشري بصح. مثلا في رمضان الناس كتشري، ما لاحظتوش في رمضان كيكون البيع والشراء ديال بصح. من دابا اخوتي خصكم تخدموا باش تبينوا البصمه ديالكم باش من دابا رمضان الا نتوما وانتوما اخوتي كتشعروا والناس كيعرفوكم. فوالا بالنسبه اخوتي هادشي اللي كاين، كنتمنى اخوتي نكون فدتكم وفدت الاخوات اللي سقسوني وقالوا لي هضرنا على مواقع التواصل الالكتروني اللي في المغرب. انا قلت لكم المغرب راه خدام ما شاء الله، غير اللي ما بغاتش تخدم على راسها ولا كتسنى هالجبال لا تعيط لي فلان تعيط لي فلانه، نوض اختي خدم على راسك نوض. يلا الى فيديو مقبل ان شاء الله، مع السلامه، باي باي، تشاو عليكم.